بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتنا اليوم تحضير غاز الهيدروجين، تفاعل بسيط بين الخارصين أو الزنك اللي هو هذا بشكله مع H2SO4 حامض H2SO4 حامض الكبريتيك اللي يستخدمونه بطاريات السيارات. راح ناخذ تيوب هذا تست تيوب ونضيف له خارصين خلي بيه وراح نخلي عليه قطرات من H2SO4 نخففها راح يشوف التفاعل بدأ يتحرر غاز. راح يتفاعل الزنك ويا الـ H2SO4 ويستبدل الزنك بدال الهيدروجين، يكون كبريتات الزنك والهيدروجين يتحرر كغاز. هذا التفاعل تفاعل استبدال أحادي.